أصدقائي صباح النور. اليوم خرج من الدار رفقة واحد ثلاثة ديال الأصدقاء. الوجهة ديالنا هي حد الغربية، وهذا المكان اللي كنت واجد فيه أنا فين واقفة الشاحنة. ماشي واقفة، مي يعني كتمشي ببطء. هاد المكان هذا اللي كنت واجد فيه هو المعروف بحجر النحل، وهذا ان باساج مختلط، يعني كدوز منه السيارات يا او ميم طون القطار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وهذا المكان معروف بحجر النحل، وهذا فين كاين النخل، هذا مركز تما فين كانت لا دوان الديوانه اللي كتفصل بين منطقه الاستعمار الفرنسي، وهذه بين فين كاين جاي لو بوس راه هو ماجي اللي كيجي من طنجه، منطقة طنجة الدولية. قلت هنايا منطقة الاستعمار الفرنسي، لا عفوا منطقة الاحتلال الإسباني. كنظن سوي با سور، لأن الجزء الشمالي كان في يد في قبضة الاستعمار الإسباني، والوسط ديال المغرب كان الاحتلال الفرنسي، وفي الجنوب عاود كان الاحتلال الاسباني. المهم، وبقى دابا بعض المناطق استرجع المغرب الاستقلال ديالو على باجزاء طريف. وهذه لا بلاك، هذه اللي كتدي الازيله. هذا البيس، هذا البيس اللي كيجي، البيس اللي كيجي من طنجة وكيمشي لحد الغربية. اللي بغى مثلا يجي من طنجة لحد الغربية يمكن له يجي عبر هذا البيس. هذا في الخرجات ديالنا ديال بطوطة راندو طنجس، فين كاينه ديك لا مرسيدس تما كنخليو السيارة ديالنا آمنة، وكنديروا لو تراجي في الغالب. التراجي اللي كنديرو من هنايا كنطلعو فين كاينه هاد السيده راه هي غاديه، كنطلعو من هاد الطريق وكنمشيو عبر مسار كيدينا حتى لسد 9 ابريل. والبقيه تاتي. يلا، هذه فقط غير مقدمه.